اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدينا لما كانوا المنتخب الجزائري متقدم بهدفين مقابل صفر. طبعا قبل 10 دقائق تقريبا من نهاية المباراة وفي اتجاه طبعا تحقيق انتصار هام، الانتصار الأول والترشح العربي الأول بعد فجعة خروج المغرب وصدمة خروج مصر. إن شاء الله المنتخب التونسي يكون في المستوى غدوة ويواصل على منوال نظيره الجزائري، وإن شاء الله قبل كل شيء منتخب الجزائر ينهي المباراة بهذه النتيجة اللي تأكد مرة أخرى أنه على أتم الاستعداد لهذا الكان. سعيد بالترحيب بمحمد وضاحي الإعلامي والصديق، اهلا وسهلا كابتن. سعيد جدا بالتواجد معكم والسعاده تزداد وتتضاعف بهذه النتيجه الطيبه. ان شاء الله تتضاعف بهذه النتيجه الطيبه وبنتيجه تونس ان شاء الله غدوه. ايضا سمير سليم، اهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا بك عاد، مرحبا. ريزلتا باهي للجزائر لحد الان. خاطر العاد، اداء ونتيجه. اداء ونتيجه، رضوان الفالح اهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا بك عاد، اكيد كل الحضور. الجماهير الرياضية وكل مشاهدين التاسعة كامل. جنرال عمار أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك، مرحبا بالحضور، وسهلا وسهلا. ناصر البدوي أهلا وسهلا. مرحبا بيك، مرحبا بالحضور. ان شاء الله الجزائر يكمل لنا. يعني اليوم شفنا اداء ممتاز ومره اخرى المنتخب الجزائري اكد انه استعد كما يجب لهذه التظاهره. عمار بسرعه. من كد وجد، بسرعه جاء معناها بدون ضوضاء بدون حس، اشتغل معناها في صمت، جهز المجموعه نتاعهم كافضل ما يكون، دخلوا الدوره معناها بتحضيرات معناها جيده، خلاتهم دخلوا في الدوره ككل من البدايه في افضل ما يكون، وقاعدين مواصلين في افضل ما يكون، ان شاء الله يكملوا في افضل حالاتهم. ناصر البدوي، انطباعات اوليه قبل نهايه المباراه، تفرجنا الفوق مع بعضنا وقاعدين نتابعوا في هذا الربط المباشر طبعا حتى نكونوا في الصوره ونعطيه ربما بعض المعطيات للجمهور الرياضي والناس اللي قاعده تتفرج في ديارها والناس اللي ما تنجمش تتفرج في ديارها واللي حتى باش يعاودوا رديف اداء المنتخب الجزائري اليوم. العلامه الكامله عادل قاعد ياكد بدايه الدوره انه تحصل على 9 نقاط مش من باب الصدفه. اليوم المنتخب الجزائري كانت فما حاجه اللي هي مهمه برشا، الروح والانضباط والكره والنسق، انه الفريق الجزائري اليوم ياكد انه بالحق جمال بالماضي اعطاه بصمه جديده، اعطاه روح جديده، روح شفناها في اكثر من ملاعب يوسف البلادي، شفناها زاد في رياض محرز كيفاش يرجع للنقطه 18 متر يفركس. هذوما جزئيات اللي يخليه يبنيه فريق انه عنده طموحات كبيره، وهذا اللي قاعد نشوف الروح اللي قاعدين نشوف فيها. وعاده نحن كي نحكيو روح المدرب تنجم يعطيها للاعبين، اليوم بالحق روح المدرب قاعدين نشوف فيها في العطاء والبذل، البذل اللي قاعدين نشوف فيه اللاعبين المنتخب الجزائري. روح المدرب محمد الوضاحي والجرينتا وروح التحدي حب الانتصار، يعني اليوم شفنا لاعبين يعطيوا اكثر من طاقتهم. ربما هزيمه المغرب اولا وهزيمه مصر ثانيا زاد خلت ضغط كبير مسلط على المنتخب الجزائري، كيفاش تعامل المنتخب بالخضر اليوم مع هذه المباراه؟ شوف، يمكن اختصار كل الكلام اللي قالوه الإخوة والأصدقاء في المقولة المشهورة، الرجل المناسب في المكان المناسب. عندما يكون الرجل المناسب في المكان المناسب تكون النتيجة حتميا جيدة، حتى وإن كان إقصاء، على الأقل أن فيه هناك تشعر بأن فيه فريق، فيه تكامل، فيه روح، فيه أسرة تعمل حتى وإن كانت النتيجة غير. جمال بالماضي يبدو ذكي جدا في التعامل مع هذه الدورة، أبعد لاعبيه تماما عن الضغط، حتى في المؤتمرات الصحفية التي يعقدها دائما يتحدث، لا حتى في المؤتمرات الصحفية عندما يعقد المؤتمرات الصحفية يعني كأنه يتبنى فلسفة جوزيه مورينيو في الحديث، يثير الانتباه ولكن لنفسه وليس للمجموعة. عندما يتحدث عن تشكيلة المنتخب السنغالي بهذه الطريقة، الجميع ركز على الحديث عن تشكيلة المنتخب السنغالي والجمال بالماضي يستبق الأحداث كذا، يعني هو سلو باخشوك دو ليكيب، مخلي نفسه هو دائما الحامي للمجموعة، اللاعبين بعدهم على الضغط. نفس القصة في المؤتمر الصحفي عشية هذه المواجهة، نفس السؤال، يحاول يلفت الانتباه او لنقول يبعد الانتباه عن المجموعه ويتم التركيز عنه، هو تتكسر عنه كل الضغوطات، يمكن ان يتحمل ذلك لان النتيجه لا تنعكس
مباشرة في أرضية الميدان وعلى نتيجة المباراة، أما اللاعبين عندما تحميهم وتبعدهم عن هذه الأجواء فتكون النتيجة مثل ما شاهدنا. واللاعبون الآن عندما يبذلون هذه الجهود هي من أجل القميص الذي يلبسونه، من أجل الراية التي يدافعون عنها، وأهم من ذلك كله هو الرجل الذي استطاع أن يزرع فيهم هذه الروح، يعملون أيضا من أجله. سمير السليمي، نبدأ معاك من كمل كابتن محمد، تحدث على الرجل المناسب في المكان المناسب. الثالث. ألف مبروك. بن والناس. آدم والناس مع دخوله يسجل هدف الثالث، يعني تأكيدا للكلام كان يقول فيه كابتن محمد الوضاحي بخصوص اختيار المدرب، والمدرب اللي اختار العنصر المناسب أيضا في المكان المناسب. وحاجة أخرى، لكومينيكاسيون، التواصل ولغة التخاطب هي فن من الفنون، إذا تتقنها في علاقتك باللاعبين وقت اللي تحمي اللاعبين، زادوا تتقنها في علاقتك برؤساء الأعلام والرأي العام الجزائري، أكيد ما تنجم تكون كنتيجة كان على هذا المنوال. أنا أقول أنه فما حاليا تقييم للدورة بصفة عامة، فما الجزائر وفما البقية صراحة، بعيد برشا على المنتخبات الأخرى، وكنا ربما السنغال مبهورين به نوعا ما، ولكن اللي قدموا حاليا المنتخب الجزائري حاجة روعة وحاجة فوق الخيال صراحة. المدرب المناسب في المكان المناسب صحيح، ولكن كذلك في التوقيت المناسب، يجب يكون التوقيت مناسب. التوقيت نتاع جمال بالماضي جاء في توقيت مناسب جدا، لانه وقت اللي تبدا عندك مجموعه كيما البلايلي مثلا، هدف نتاعو الاولاني يلخص الامكانيات نتاع البلايلي، ويلخص العلاقه والخدمه مع بغداد، فالكره بتالون تدرس، كره البلايلي وكره بغداد تدرس. اللي شفته من رياض محرز اليوم ما خدمه على المستوى الدفاعي والصوره قدام الزري تكلي الراجل في الدقيقه 84، دليل على انه المنتخب يلعب بروح. وقت اللي الملاعب يعادل يقتنع بالمدرب، المدرب يقتنع به على امكانياته في الديسكور نتاعو، يولي يحبه. وقت اللي اللاعب يحب المدرب نتاعو يولي يعطيه كل شيء. اللي تلاحظوا انه حتى على مستوى التغييرات، اللي خارج فرحان واللي داخل فرحان ويعطي الاضافه. والناس تخل توا سجل هدف هكا ولا محمد، ممكن يكون هداف الدوره كلها وهو احتياط. وحتى ابراهيمي لم يلعب مباراه واحده فقط مع المباراه الثالثه، رغم انه كادر من كوادر المنتخب، يعني هو يعاني من اصابه، ولكن رغم ذلك انه لا يوجد ضمن ليكيب تيب، ورغم ذلك تشوف حركاته على كرسي الاحتياط كانه امونور بالضبط، حتى ما يلعبش ولكن يبقى عنده الدور المحفز. يعني دونك هذا الكل منين؟ هذا الكل لأن المدرب جاء في توقيت مناسب، عرف يحتوي المجموعة نتاعو، عرف يحميها، ولكن عرف كذلك يمرر الأفكار. سمير، أنت قلت المدرب جاء في توقيت مناسب، مناسب المنتخب الجزائري ولا مناسب اللي هو؟ لأنه أيضا هو كان في بحبوحة من العيش، خلينا نقولوها، يعني كان أكيد يسير في جمعية تحيل، عندها أحسن لاعبين، عندها إمكانيات مالية ضخمة، تنزف في بطولات الألقاب كل عام. شو الشيء اللي خلاه يدخل مغامرة مجهولة العواقب أمام منتخب تعدى بمطبات عديدة؟ أولاً وعنصر النجاح مش طيب. مضمون. طيب. أولاً هو جزائري، ابن الجزائر، ويحب يقدم لبلاده خدمات، فربما ضحى على المستوى المادي اللي يحب يشد المنتخب الجزائري. هو مدرب ذكي كذلك، يعرف أنه المجموعة نتاع المنتخب الجزائري مجموعة محترمة برشا، فيها ملاعبية برشا، مدرب عنده ثقة كذلك في الإمكانيات نتاعو، إذا كان يخلي الفريق نتاعو نادي تحيل القطري ويمشي كما قلت أنت عادل في مغامرة مجهولة العواقب نوعا ما مع الضغوطات الجماهير الجزائرية والصحافة الجزائرية، ويدخل بالأسلوب هذا ويفرض شخصيته ويفرض أسلوبه، فإنه نقولوا نرفع له القبعة ونقول له برافو، لأنه اللي قدمه الجزائر إلى حد الآن جمع بين الإقناع وبين النتائج وبين كذلك روح الفريق الجزائري اللي نعرفوها قبل، لأن المنتخب الجزائري دائما معودنا العودونا أنه بالروح، الجزائر ديما نتكلموا على الروح ونتكلموا على القلب ونتكلموا على الإمكانيات، فهنا منتخب الجزائري يعطينا نسخة رائعة إلى حد الآن من مردود مقنع، مردود محترم، مردود ولا أروع، لأن الجزائر اليوم في الأنازيرو كان نجم يسكر ما سكرش، في الدوزيرو كان نجم يسكر ما سكرش، يلوج على الثالث ثم ماركيه وما زال يلوج إلى حد الآن على الرابع. رضوان في احتضن سكوب، يلا نعطيك سكوب. شوف، بعد ما جل
المكتب الفيدرالي الجديد في الجزائر تم تعيين مدرب إسباني نكرة اسمه الكاراز. نكرة بالنسبة لنا احنا ككرة مغاربية، لأن يعني عندك منتخب انت المفروض على الأقل يكون مدرب عنده قيمة دولية. ترى نوع من سوء التفاهم داخل المكتب في الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أساس أن الرجل نكرة، ليش جبت هذا المدرب كذا إلى آخره، وتم الاستفراد بالرأي على كل حال وفرض هذا المدرب. تم التواصل معي للحديث مع جمال، لأن جمال عندي علاقة طيبة به، حتى لجست نبض الرجل إذا كان ممكن يجي كمدرب مساعد لألكراز. تواصلت مع جمال، جمال يقول لي أنا الوضع الآن أنا اللي موجود فيه يعني مستحيل أنني على المستوى العائلي، على المستوى المادي، على مستوى الاستقرار مستحيل أعوض هذه العوامل الثلاثة، لكن لأن الأمر يتعلق بالجزائر أنا مستعد أنني نضحي بوضع العائلي. عنده ولدين في مدارس كروية في قطر، مستقر عائليا في قطر، في منصب وضع ممتاز، مدرب يعني محترم جدا والجميع يحترمه في قطر ويأخذ برأيه. فيقول لي من أجل الجزائر أنا مستعد أنني أقبل، ولكن كجمال بالماضي لن أنحني ونصير نيميرو دو في 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 المنتخب لمدرب مش معروف اصلا. فراح مشى الكراز بعد نتائج كارثيه، ورغم ذلك كان اصرار على عدم استدعاء بالماضي، وجابوا رابح ماجر مع احتراماتي للرجل ولتاريخه وكذا الى اخره، ولكن لم يستطع ايصال اي رساله، وكانت مشاكل كبيره جدا داخل معسكر المنتخب حتى مع الاعلام، ولا واحد يقدر يقول اليوم انه يكذبني، لانني المعلومات مش معلومات اللي عندي، حقائق اللي عندي. من بينها حتى مثلا لاعب مثل سفيان فيقولي لما تم عمل امبارجو على اللاعب وعدم استدعائه كانت هناك انتفاضه داخل المنتخب، نقطه من بين النقاط. فعندما تحدث هذه الانتفاضة فتأكد بأن المنتخب لن يذهب في الاتجاه الصحيح أبدا. جمال بالماضي ما جابوا ولا واحد، جمال بالماضي فرض نفسه أنه يكون هو المدرب لأنه بقي هو الخيار الأخير، هو المفروض سأشوا بار ديفو من الأول، ولكن بعد فشل كل المحاولات جمال بالماضي فرض نفسه أجبروا على الاتجاه إليه. فما فيش ولا واحد يجي يقول لي أنه، لأن فيه حديث ولغط في الجزائر حول هذا الموضوع، ولا واحد يقول أن جمال بالماضي تم اختياره عن قناعة وعن عن 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 جمال بالماضي فرض نفسه وفرضه الزمن وفرضه التوقيت. لحسن الحظ أن التوقيت مناسب مثل ما قال سمير، وإلا كنا حتى المنتخب الجزائري كان متجه في اتجاه كارثي. تحية لجمال بالماضي والمنتخب الجزائري طبعا على هذا الأداء وعلى هذا المردود وعلى هذا الانتصار وعلى هذا الترشح. رضوان الفارحي أكيد لا، رضوان أنا خذيت كلمته خلاص، ممكن تروح إذا كان يسمح لك رضوان. متعصف علي أخوي، ما يصيرش مادام ضيف أخوي تعصف علينا كيما تحب. رضوان طبعا عندك ما تقول وما تضيف على المنتخب الجزائري. في نفس السياق يمكن باش نربط مع كلام محمد، حبيت تقول أنه ما فماش سر في كرة القدم، على خاطر الجزائر اللي مشات المونديال وعملت بيرفورمانس باهية وقت اللي خرج المدرب نتاعها وجابوا إطار فني غير قادر على مجاراة المجموعة هذيك ولي ستار معناها اللي كانوا موجودين، فحصلت الكارثة وكانت نتائج جد سلبية على المستوى الأفريقي وعلى مستوى تصفية كأس العالم. بمجيء معناتها ستاف تكنيك جديد هذايا اللي عنده تومبيرامون ان بو سبيسيال قريب للاعبين هذوما، اللي عنده ديسكور كيما حكينا عليه قبل محترم ومحترم جدا، الكوميونيكاسيون كانت ممتازه، تتجلى المظاهر نتاعها في لي كومبورتمون سور تيران، معناتها كي نشوفوا بالماضي والملاعبيه نتاعو كيفاش يسون تري سوليدير، معناتها سا سورفليت راهو الفيستيير والامبيونس كلها تفهمها في التيران كي تغزر للجمعيه نتاعك تلعب، تعرف اسكو الجروب هذاك اللي سودي وفما برشا نقولوا احنا كويرونس ولا لا. دونك بالنسبه للمنتخب الجزائري قاعد يجني في الثمار نتاع ليتا ديسبري نتاعو نتاع المجموعه. اهم اكزومبل نجم نعطيه زاد هو اكيد والناس والبراهيمي، هذوما اللاعبين خاصه والناس قاعد يسجل لك في كل مقابله،
مفروض ملاعب اخر ينجم يقول لك خويا انا لازمني نكون تيتولير في المقابلات الجايين، الوغ بالعكس معناتها كل ماتش نشوفوه يدخل احتياطي الا ويعطي البلوس ويسجل، باش تشوف المونتاليتي وليتا ديسبريم تاع اللاعبين الجزائريين كو سوا ال11 اللي يلعبوا والا حتى الملاعبين الاخرين على بنك الاحتياط. هذه نقاط مهمه ومهمه جدا تسمح المنتخب الجزائري انه يكون ممتاز اداء ونتيجه. دونك ما فماش سر، جيستيون ممتازه من المدرب، بريزونس مونتال قويه من اللاعبين، تشوف الفولونتي، تشوف الجرين تاع برشا بالحق مظاهر اللي تخلي معناتها تثلج الصدر. ونتمنى ان شاء الله المنتخب التونسي غدوه نشوفه معناتها نفس العزيمه ونفس لونجاجمون باش نجموا ان شاء الله نترشحوا للدور الجاي. عمار، دقيقة ونصف ما زالت عن نهاية الوقت البديل والمنتخب الجزائري حسم الأمر بعد تقدم على المنتخب الغيني 3 أهداف مقابل 0. بون كيما حكاو خلينا الكل معناها في الدورة دخل بالطبيعة، يعني الفوز يجيب الفوز، ولما تكون في هناك انتصارات يعني يكون يعني المناخ معناها جيد ويصبح التعامل سهل والخطاب يولي معناها سهل والتقبل معناها سهل معناها من جميع الأطراف الكل. لكن اهم شيء اللي نقوله هو كونه التحضيرات اعتقد لان ما عنديش خلفيات كبيره عليها كانت معناها جيده جدا ومحترمه ومدروسه. تقعد العلاقه بين المدرب واللاعبين بطبيعه الحال هذا ينم على حسن التواصل والكوميونيكاسيون وعلى خصال لازم يتمتع بها مدرب في المستوى العالي باش يوصل المعلومه نتاعه كافضل ما يكون. وباش يوصل المعلومه انه فما واحده هكا داخل شويه دونك عادي جدا ضغط العمل الصحفي وضغط حضور الجماهير طبعا يعطي. وباش نتواصل مع الاخ محمد، هو الاشكاليات هذه كل المشكل في المسؤولين على مستوى الاختيارات، على مستوى التايمينغ نتاع الاختيارات الى اخره. وقت اللي نعرفوا احنا المنتخب معنا الجزائري عمل دو كوب دي موند ورا بعضهم، دونك ورا بعضهم سي كو فك الفتره هذيك زاده كانت فتره زاهيه وفما نتائج والحاجه راهو كاداره معناها قدم شغل كبير والكره معناها الجزائريه انتعشت الوقت هذاك وخذات السياسه نتاع اللاعبين المولودين خارج الجزائر وبداوا في النسق هذاك. ثم بطبيعه الحال كل ما تكون معناها النتائج يعني في مستوى عالي لابد باش تلقى معناها الدروبات، فما عرفوش يتعاملوا مع الوضعيات هذيك وبالتالي وقع معناها معناها عد اختيارات وقعت معناها خاطئه. ترشح المنتخب الجزائري ونهايه المباراه على نتيجه 3-0 الف مبروك لمنتخب الجزائر على الترشح. وبربي ماذا بينا تطمنوا على الطفله اللي داخت شويه منذ قليل وان شاء الله تكون لاباس. إذن ألف مبروك للمنتخب الجزائري، ترشح عن جدارة واستحقاق للدور الربع النهائي. ونتمنى أن يسجل المنتخب الوطني التونسي غدا على منوال شقيقه الجزائري بستوف أبرز لحظات ولقطات حلقة البارحة. يبدو بأن الأمور انقلبت، سأكون مكان زميلي وصديقي عادل. لماذا؟ لأن عادل أصيب في آخر لحظة بوعكة صحية. أهلا بك سي محمد، مرحبا بك، نورتنا في البلاتو، مرحبا بك. فديت البلاصة سي محمد، مرحبا بك. انا مسؤوليتي متحملها، نحكي لك على التضامن العائلي، يعني وين التضامن؟ لا هو التضامن موجود، معناتها كان مش موجود التضامن راه ماناش موجودين. لحسن الحظ ان عادل مش يشوف فينا الان، مسكين في اجواء غير ان شاء الله لاباس. ايوه هذا هو اهم شيء. اليوم شفنا مقابلة من أبرز مقابلة سي محمد، تليفوناتك الكل تليفوناتك الكل ولدت تفضل نسيت الناس الكل تسأل معناها على التغيير مفاجئ. من الناحية الطبية كل شيء متوفر، من الناحية العلمية اون كونترول لا شارج. المشكل المهم وأنا حسب رأيي
انا محب تاو المنتخب هي الافكار والمبادئ العامه. احنا قاعدين نعملوا في ديسوسياسيون راهو في الستاف، الستاف تكنيك والستاف ميديكال، ما ثماش فرق بيناتهم، هما يوصلوا الجوار في حالات صحيه للمدرب. انا وقت اللي جيت سي فري كو يافي اون ابريهونسيون شويه من الجوارات اللي هي في دقيقه معناتها من لا بروميير سيونس دو كوتشينغ تنحات وفهموا ابارتيغ دو كيشوفوك تتنحى بطبيعتها. لا با دو تو ايش راك عاد تفهمني قبل ما تجي لا بجد معناها قوية هذه عادي بجد لا معناها ما تخوفش معناها مش ما نخوفش سي كو هو من الدقيقه الاولانيه وقت اللي تفهمنا اللي راهو احنا معناتها اون فات جو سوي لا بور لي اكومباني اتاندر ان اوبجيكتيف كوما عاد يز. هما مشكل كبير نعملوا فيه احنا الكلوب اللي نسيروا عندنا بسرتو لي ريكروتمون تاع الملاعبيه اللي يكون اعمارهم صغار. كي تجي ملاعبي مثلا نقولوا احنا سواليزون يعيش في تونس تهزه باش يعيش في صفاقس، وبيان تهزه هو وعائلته والمحيط نتاعو بكل، سينو ما تهزوش يا عادل تحب ولا تكره. الام والبو والانكادرمون تاع الام والبو ما نجم يعطي حتى مسؤول وحتى كادر وحتى انسان. ايش قاعدين تعملوا؟ اختار كل الكارتونات كل قطور مدفشيك اليوم في قرعه ولا شنو؟ ستريس انت حولت لنا ستريس اللي عندك على البرنامج، صرنا احنا اكثر يعني كل يوم من كل يوم نشوفوك وانت عايشين معك صرنا انت حتى شوف مونتالمون كيف نفسروا هذه يعني. وحبيت خور راهو ظهر لي انت اكثر واحد مستحقهم ثلاثه اليوم. لا بالحق لان السيد هذايا تعب برشا بدنيا دونك خليل عليك به، ومن الناحيه الذهنيه يعني تري فور مونتالمون بالحق. كان معنا معناتها الشاهد كيفاش لا كيفاش جاتو ليدي مالغري سكسيسيون دي زيميسيون تبارك الله عليك جاتو ليدي باش حط يده على الدين تاع الكره التونسيه ولا البروبليم اللي صار في المنتخب تو اللي هو على المستوى البدني الذهني الكورديناسيون مع الدكتور يعطيك الصحه. حضرتك سي محمد فيليسيتاسيون دونك ان شاء الله ديما متالقين وديما تو في البون شوا. عارف اليوم اللي قرر فيه انه يعمل هاك اهلا وسهلا من جديد بمشاهدينا. نذكر ترشح منتخب الجزائري لدور ربع النهائي، وايضا ترشح المنتخب الملغاشي بركلات الترجيح 4-2. مفاجاه ساره لهذا المنتخب اللي كثرت حوله الشكوك وحامت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات حول وجوده في الكان، لكن اليوم موجود في الربع النهائي، وخروج منتخبات عريقه على غرار الكاميرون ومصر صاحب الارض والجمهور وايضا المنتخب المغربي. سمير ميدان هو الحقيقه الاولى والاخيره. صحيح كان فما شكوك حول تاهل المنتخب. تصدمت البارح من خروج المنتخب المصري حتى حد بكم يتوقع؟ ما كنتش نتصور، انا كنت نتفرج في الماتش وقعدت صراحه قعدت معناها باهت اولا من اداء المنتخب المصري صراحه، ثم من النتيجه الاخيره، لانه الجمهور المصري جمهور يعشق كره القدم، كنا نتمناو أن المنتخب المصري يمشي لبعيد. هذه كلها ربما كانت ترشح المنتخب المصري ان يكون برمي المنتخبات اللي ربما مش تكون في النهائي، ولكن صراحه المؤشرات بدات من الاول في الدور الاولاني وين المنتخب المصري ما قدمش المردود الكبير نتاعو، ولكن في النهايه الكلنا حسره على انسحاب المنتخب المصري. عودة طبعا لهذه المباراة باش نحكيو عليها شوية، لأنه ليس من السهل أن نمر مرور الكرام أما خروج مصر بلد المضيف والمستضيف اللي يحلم وأحلام جماهيره كانت كبيرة، ردود الفعل كانت متشنجة وغاضبة من الجماهير المصرية. مزيد تفاصيل حول المباراة في تقرير حسام الزناوي وحمدي تراد في المونتاج. ستة جوان 2019 صدمة في الشارع الرياضي في مصر. المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور في النسخة الحالية من الكان، صاحب الرقم القياسي في الحصول على اللقب الإفريقي، يودع المسابقة من الدور الـ16. مفاجأة مدوية لمنتخب مترشح في الدور الأول بالعلامة الكاملة ومرشح فوق العادة للتواجد في منصة التتويج. قدام قرابة 80,000 متفرج، الفراعنة البارح كانوا خارج الموضوع أمام منتخب جنوب إفريقي منظم دفاعياً وخطير هجومياً استطاع التأهل عن جدار. أسماء كبيرة كما صلاح شناوي وغيرهم مروا بجانب الحدث، ما نجموش يصنعوا الفارق، فشلوا في كل المحاولات والنتيجة انسحاب غير منتظر.
إعلان الحكم نهاية المواجهة ومغادرة الفراعنة أجواء المنافسة سارعت الأحداث في مصر. الاتحاد المصري يقرر إقالة المدرب خافيير أغيري وحمله مسؤولية الإخفاق. الأمور ما وقفتش هنا. هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وعديد الأعضاء يخيروا الاستقالة بعد الفضيحة الكروية. ليلة حزينة. الإعلام المصري وجه أصابع الاتهام للمدرب أغيري واختياراته الفنية وفشلوا في التعامل مع المباراة. نقدوا أيضاً أداء بعض الملاعبية اللي بخبرتهم ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع الوضع وطالبوا محاسبة المذنبين في الخروج المهين. زي ما قلت وبكررها 3-4 مرات، لازم حد يتحاسب، لازم حد يتحاسب، لازم حد يتحاسب. أنت كأجيري قريت منتخب جنوب أفريقيا إزاي؟ طب يا عم جهازك المعاون، طب المحلل الفني اللي موجود اللي بياخد دولارات من الاتحاد المصري أعلى راتب أجيري كل المديرين الفنيين. هات لي سيناريو واحد اتعمل في المباراة وبالتالي في أخطاء فنية يتحملها الجهاز الفني، وأرجع بقى أجيب اللعيب تيشيرت ولون وعلم البلد والسبعين ألف متفرج كان لازم يكون لهم وضع أفضل عند بعض اللعيبة اللي موجودين جوة تشكيلة المنتخب المصري. المصريون اتصدموا بالخروج، أكثر المتشائمين ما كانوش ينتظروا المغادرة المبكر، كل أحلامهم وفات على بك، الكل حمل المدرب والملاعبية مسؤولية الكارثة. امبارح ما كانش عندنا شرف، ما فيش أداء خالص، امبارح كانت قلة أدب، امبارح أنا شايف اللي ده قلة أدب، ده ما فيش أي كورة خالص، ده اسمه غرور، ده اسمه استهتار، استهتار بمصر. اليوم وصيف الدورة الفارتة ومنظم النسخة الحالية يغادر السباق، والسؤال المطروح هل يأثر غياب الفراعنة على الحضور الجماهيري في المباريات القادمة، وهل يصبح الكان على المحك تنظيميا وجماهيريا؟ أسئلة عديدة طبعا بعد خروج المنتخب المصري، المنتخب المصري اللي عنده مدرب هو الأعلى أجراً في هذه البطولة، هو عنده حضور جماهيري ومساندة غير مسبوقة، هو عنده النجم العالمي محمد صلاح، لكن كل هذه الأمال تبخرت وتحولت إلى أوهام. أيسي عمار، خروج المنتخب المصري هل كنت تتوقع صراحة أمام منافس ترشح بالكاد إلى الدور ثمن النهائي؟ باش نقول كان متوقع، لذلك كنا ننتظر معناها ردة فعل متاع الفريق المصري على مستوى الأداء على الأقل، يعني على الأقل يتحسن الأداء بمرور معناها الفترة الأولى اللي كان يعني أداء مخيب، لكن مع الأسف تواصلت معنا العملية، قلنا هذا يعني بتكبير الحضور الجماهيري إلى آخره، لكن أنا أقول الفريق المصري نفس الفريق هذا لعب الدور نهائي كأس أفريقيا مشى الكأس العالم، كيفاش تم التقييم تاع الفترة هذيك، كيفاش حضروا يعني الدورة هذه. ناخذ أنا عيل مثال بعض الأشياء معنا، لأنه نشوف أنا مثلا رأس الحربة متاعه ما نسميهش أنا شفته ضد مثلا ضد الترجي يخش محسن. شفت في كأس العالم أي مباراة يلعبها يبدأ أساسي ويخش، شفت في الدورة هذه يبدأ أساسي ويخش، هذا يعطيك يعني يعني يعطيك نتاج اللي ما عندهمش مهاجم، فماش مهاجم يعني فاعل في الفريق، يعني هو ديما أساسي في كل مرة يتغير، ما فماش بديل. حتى في الأهلي ما هوش أساسي، رو ما كانش أساسي الموسم هذا صار أساسي، يعني نحكي على اللي شفته، فكان يعني ظهر هناك نقص. لما نسمع مثلا في المحللين يقول لك ما عندهمش دكة، دونك منطقيا ما فماش فريق باش يكون جاهز باش يلعب على الـ على الـ على معناها الأدوار الأولى، لكن عندهم رصيد بشري كبير، الرصيد البشري قاعد أسماء، لكن لما نشوف من اللاعبين لكن استعمالهم وتوظيفهم وقراءة المنافس انتقادات كبيرة. تلعب ضد معناها فرق أخرى ربما تكون جاهزة أفضل منك، ما نجمش ندخل في الجزئية. المدرب أوكي، المدرب راهو قيمة ثابتة، نذكر في كأس العالم تاع 2010 في المكسيك عمل الفريق يلعب من ناحية الأداء، من ناحية التمركز، من ناحية اللعب، من ناحية معناها معنى فريق يعني محترم جدا. لك شو تفسيرك انتقادات كبيره تفسيري الاعلام المصري قبل الانسحاب من بدايه الدوره؟
هو 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 الانتقادات دي موجوده. اذا اللاعب هذا مش موجود لاعب يتوجد هنالك لاعبين مثلا نسميه ما نحبش ندخل في جدال لاني ما نحبش نسمي الاسماء نعرف انا ما عارفين خلف الانضباط مستهترين لاعب تلقاه سريع كذا عنده لكن مش منضبط ما نجمش يتعامل هو ربما ما عرفش العقليه ما يعرفش عنده عام معناه هو بالماضي عنده قريب الموسم من عام معناه يدرب الفريق بتاعه ينجم يكون ما عندوش خلفيه على العقليه وعلى الجو وعلى المناخ ربما معنى اتحاد الكره وفر له كل شيء اعطاه كل الامكانيات والصلاحيات باش يشتغل لم يوفق لكن ما اعتقدش كونه هو كمدرب كقيمه ليست له قيمه ماهوش معناها قيمه ثابته تحب الخول انه المسار تو قاعدين ياكلوا في صوابعهم على كوبر كان تفكروا وقت اللي جاء كوبر كانت انتقادات كبيره جدا على السيستم ديفونسيف اللي يلعب به الناس كل قالوا له كيفاش ماشي المونديال وبتلعب بعشرة التالي وساس في با ولي ماتش دو بريباراسيون وكل شيء مالغري سا لعب على الامكانيات نتاعو كان مردوده مقبول نوعا ما لكن توا مع المدرب الجديد هذايا قاعد يلعب في الهجوم حاول يلعب معناتها لي زاتاك بلاسي امكانيات اللاعبين نتاعو بتاتر تسمح له لكن مع منتخبات سريعه كيما جنوب افريقيا تخلي لهم لي زيسباس اكيد باش تاكل بونت وكيما اللي شفناه كونتر اتاك دونك هذا اللي صار في المنتخب المصري حاليا هو مشكله حسب رايي في الاطار الفني مع استهتار مجموعه من اللاعبين اللي ماهمش منضبطين وشافوا رواحهم اكبر من المنتخب او كاس افريقيا اللاعبين اللي عنده اللي موجودين اذا كان عنده في الكاستينج عمل اخطاء هناك لاعبين مؤثرين وما جابهمش او لاعبين عندهم امكانيات لاباس بها افضل من هذو ما جابهمش عندك حق اما على مستوى الامكانيات وعلى مستوى المهارات شوف حتى امس شفت بلاطيو نتاعك المعدل البدني يحكي على البويسانس لا بويسانس سون لا تكنيك ما تعمل شيء والتكنيك سون لا بويسانس ما تعمل شيء هذه امور واضحه خاصه اللقطتين هذوما مربوطين ببعضهم لا وتكلم كثير على ان المدرب الحالي في بدايه المشوار كان غير الاسلوب وكانت نتائج طيبه للمنتخب المصري لذلك انا ما نشاطركش الراي رضوان على هذا المستوى لان المنتخب المصري بعد ما بدات المنافسه خصوصا بعد المباراه الاولى عاد تقريبا الى فلسفه كوبر لان لو نشوف المنتخب المصري في المباراتين الاخيرتين ما كانش يعمل من يلعب بنفس الطريقه الهجوميه التي تتحدث عنها بالعكس عاد الى اسلوب كوبر وهو الاسلوب الذي لاقى ربما انتقادات كبيره لدى الشارع المصري هو شوط فقط شوط مقابلات الكل لعبهم تقريبا منتخب مصري شوط 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 كان ممتاز وشوط يعمل فهذا يدل على التردد الموجود لدى الطاقم الفني وفي كذلك ولا واحد يشكك في خافي راجيري طبعا كمدرب عالمي من طراز كبير مش انا نحكي عليه سيفي محترم وقت اللي تعاقد مع الاتحاد المصري لكره القدم كل الصحافة المصرية نوهت بهذا الاختيار صحيح. لأنه إنسان عنده سيفي كبير برشا وباش يرتقي بالمستوى المنتخب المصري إلى ما هو أحسن هذا كانت النية الأولى لكن سيفي وحده ما يكفيش اليوم ولا لكن هذا تاريخ هذا تاريخ يتكلم أنا كي رئيس اتحاد ولا رئيس نادي كي مش يجيب مدرب نجيبه على السيفي سيفي شوي ندرب اش عمل كذا اش غادي دوك لو في انضباط دوك خافي راكيري ولا واحد اليوم يشك في امكانياته لكن فشل فشل ثم من ناحية ثانية وأنا موافق رضوان تماما أنه مع كوبر المنتخب المصري كان يلعب بتحفظ نوعا ما لأنه الجيل هذا من الملاعبية نحي منهم صلاح جيل متوسط الإمكانيات هذا مؤكد يعني قل لي مشى كأس العالم قل لي مشى نهائي كأس إفريقيا هو جيل متوسط الامكانيات مقارنه بالجيل الذهبي لكره القدم المصريه اللي كان فيه يا خويا من حراسه المرمى اللي فيها الحضري وما ادراك الاسطوره الى الدفاع يتفاعل معك محمد يتفضل كابتن مثل صلاح وجود صلاح ضمن المنتخب المصري برايك تشوفه انت عامل ايجابي ام عامل اثر سلبا على تشكيله المنتخب المصري نجم يكون في مقارنه بما كان كنا نحكيه على الجزائر هنا اخفاق مدرب انا عندي واحد من افضل لاعبي العالم افضل لاعبي العالم وربما يكون افضلهم حاليا ما نعرفش نوظفه في مجموعه مع اخلاق صلاح وامكانياته لا خلينا من الاخلاق لا قهرتونا لا عاد لا عاد بغض النظر سمير على الاخلاق لا خليني محمد لانه نجم يكون لاعب نجم واخلاقه مش باهيه يتعالى على اصحابه يتعالى على اصحابه استنى يكون اناني يكون نرجسي يكون دعوه بلغه الكوره اوكي سمير انت هذا محمد صلاح انا وظفت لك كلامي لاعب واخلاق أنا الآن أني جايك بشيء معناه ما نجمش يكون عندك مشكلة معاه الأخلاق برأيك هل ما تم التعامل فيه مع محمد صلاح قبل البطولة وأثناء البطولة عشية المباراة منطقي
ويدخل ضمن الانضباط الذي يجب أن يكون ضمن المنتخب. شوف محمد صلاح أخذ عطلة أكثر من زملائه في الوقت اللي كان زملائه يحضره هو كان على 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 مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر بربي كم خرائي وبعض عندك البريوريتي على الأقل ما تتفيش با ساسي هذه واحدة. اثنين ما يقال بأنه راح للغردقة عند شوف راموس أنت تروح تشوف لاعب ريال مدريد عشية مباراة مهمة وزملاء قاعدين في معسكر مغلق بتصريح من المسؤولين والاتحاد المصري لكرة القدم. معقول هذا الكلام؟ معقول. محمد صلاح الآن نجم أوكي نجم فنيا سان غران جوار لكن ما عنده مميزات الليدر. محمد صلاح مش ليدر في ليفربول. محمد صلاح أمام ساني ما يقدر يفرض شخصيته على قدام ساني. كيف انت تجيب المنتخب وتقول انه ليدر؟ مش ليدر محمد صلاح. محمد مال اخويا فدونك انت لا يمكن اولا ان تتعامل مع محمد صلاح معامله استثنائيه غير زملائه في المنتخب، وثانيا مش ممكن انك تعطي دور الليدر محمد صلاح لانه لا يتوفر على المتطلبات والمميزات التي يجب ان تتوفر في شخص مثل هذا. هذاك علاش كلام محمد الكلام اللي قاله محمد الكل توا ما مس فيه الاخلاق. لا لا انا جبت الاخلاق انت جبت حاجه اخرى توا. لا لا انا جبت الاخلاق جبت حاجه اخرى. اذا كان محمد صلاح اخطا يا اخويا كنت ما مرض يا سمير فما حاجه اللي يقول فيها سي محمد مهمه برشا. اذا كان اذا كان لا لا خاطر مهمه الحكايه هذه فما كلام يخدم سي محمد مهم برشا سمير خاطر محمد صلاح وشعبيته في الوطن العربي شعبيته ما نحبش كلامي تأول موضوع ثاني ما مسيناش الأخلاق ما مسيناش هذيك تعامل بين المدرب والإدارة الاتحاد ونجم عالمي كبير غلطتهم هو مش غلطه هو يا سمير فما كلام كان يحكي فيه سي محمد أنا مأيدك 200% في كرة القدم اليوم لك كل كتيف هو اللي يبني الفريق اليوم النجم يكون عندك نجم في قيمة محمد صلاح لكن مش واحد وحده قادر يعمل الفريق وهذا هو المشكلة الكبير أنه المنتخب هذا هو شو يحكي سي محمد أنت اليوم وقت اللي يجي ملاعبي تعمل له تريتمون سبيسيال ما قلتش عكزاز ما قلتش عكزاز يا رضوى خليهم يتكلموا مع بعضهم وقت اللي نحكيو على المجموعه واليوم كان المنتخب الجزائري ناجح على خاطر فما روح المجموعه ما فماش اسامي ما فماش ملاعبي عنده نقولوا احنا السيت اكثر من غيره وقت اللي احنا نحكيو على فريق ونحكيو امتيازات خاصه تحب ولا تكره نجم يكون فيديت ومحمد صلاح لكن نقول لك في نهايه الامر انا ننتمي نفس المنتخب ونفس الفريق وتكون عندنا نفس الانضباط ونفس الملاحظات نتاعكم الاثنين بين ملاحظات على الموضوع بالنسبه للكلام اللي قلته نرجع نعقب عليها بعض الملاحظات اكيد ونواصل الحديث عن المنتخب المصري ومحمد صلاح وايضا عن بقيه المنتخبات وخاصه منتخب تونس قبل المواجهه الحاسمه غدا ضد المنتخب الغاني لكن الان بروموكود تايم وانسل باقلوتي تفضلوا ما عادش بكري يلزمني نمشي للدار علاش مزروب اورديناتوري شفتوا اورديناتوري اش بيه اورديناتور حاجتي بيه فما ماتش باش نميزي حل التليفون فاش قا ما ولا باس حل التليفون تيلي شارجي لابليكاسيون تميزي على اللي تحب فين ما تحب ووقت ما تحب اي بون وي تيلي شارجي وحط اختار برومو كود ربح استنى فيك شنو اسم الابليكاسيون برومو كود اذا مع البرومو كود ربح يستنى فيكم واكيد نستناو في انس كل يوم والمفاجات خاصه الظرف العجيب والغريب والمشمع مرحبا بكم مرحبا بكم في برومو كود تايم محليكم اليوم الوان زاهيه حتى انت محليك بالتنين تاع الكيب ناسيونال عايشك ما بتصيح على الكيب ناسيونال مش تفهمني بالغالب باه ايوا ان شاء الله تزهينا احنا زاد غدوه كيما زهيت لك سي محمد اليوم سي محمد خدك مبروك ترشح طبعا الله يبارك فيك ان شاء الله احنا مبروك يكون متكامل غدوه ان شاء الله ان شاء الله باش يكون المبروك يعني يكون الطبق ايوا لوردوفر ولو بلا دو ريزيستانس ان شاء الله به غدوه دونك اليوم الرابع والاخير من الويتيام دو فينال كاس افريقيا الامم في البرنامج زوز ماتشوات الماتش الاول مالي وكوت ديفوار دونك مع الخمسه تواجهوا 9 مرات ربحت الكوت ديفوار 6 ماتشوات منهم والكوتا ربح مالي 3.80 التعادل 2.95 انتصار الكوت ديفوار 2.30 ثاني ماتش غانا وتونس مع 8 زوز فرق تقابلوا 10 مرات واهم واجهه ضد البلاك ستارز كانت في كان 65 واللي خسروا فيها نصر قطاج الا قبل قاري في النهائي دونك 3-2
كوت الربح غانا 2.55، التعادل 2.80، وانتصار تونس 3.50. كالعادة نعطيكم كوت تونس تهز كأس إفريقيا الأمم. اليوم القيمة متاعها 14، وهذا مؤشر هايل على الاخر، سي نورمال على خاطر بخرجوا برشا فرق، دونك عندنا اكثر شانس، دونك يعني الكوت الدينار يجيب 14 دينار. ونذكروا اللي بمناسبه ماتش تونس وغانا برومو كود تهدي 100% بونوس، 100% بونوس لحرفائها على اول غوشارج ابتداء من نص الليل الغدوه نص الليل، دونك في ال 24 ساعه اللي يعمل لا بروميير غوشارج عنده 100% بونوس. الدنكي بيت والمنكي بيت تجور، الدنكي بيت من بنعروس البسودو نتاعو بانج 77، لعب 7 ماتشوات وما جاب شيء صحيح، وعلى خاطر يحضر في عرسه ويحب يدلل الخطيبه باش نعطيوه 100 دينار بونوس. هذا الكلام على ربي 100 دينار. المنكي بيت تجور من تونس البسودو نتاعو علاء كأشيخ 938، لعب 19 ماتش وجاب غلطة واحدة يعطي الصحة، وعلى خاطره ديما يشجع الفوتبول فيمينا، دونك قلنا له نودوه 100 دينار بونوس، يلعب برشا على الفوتبول فيمينا. ما قصرش، ما قصرش، يعطيه الصحة به. دونك الكونكور تاع التاسعة كان البارح، عملنا كونكور كان على الفيسبوك، نشوفوا اليوم شو عندنا. شوفي. لونفلوب المشمع. ورينا. حطوا مرجاك الموسيقى تاع السسبانس. ايه تفضل. سي عمار بدا فيها، كمل سي عمار. كمل فوالا. كمل سي عمار. جلادياتور. 5555 دينار للربح. دونك المسابقة لفريق التاسعة كان 5555 دينار الربح، هي النتيجة النهائية لمباراة مالي الكوت ديفوار، وأكيد المباراة الثانية ما هي نتيجة مباراة تونس وغانا، وإن شاء الله الانتصار والترشح لتونس في الوقت الحاضر تاع 90 دقيقة، ولا في الوقت بدل الذائع، ولا في الوقت الإضافي، ولا حتى في ركلة الترجيح. تونس شيما مانا فوم. ها؟ أي أنس. شيء كبير اللي باش نقراه، معناها ولاو برومو كود شعراء، اسمعوا يا سيدي. تفضل. على خاطر برومو كود تمن اللي الكرة من غير حراس كالتلميذ من غير كراس. وعلى خاطر برومو كود شيء تشجع أي شاب يحب يولي حارس مرمى. قررت إدارة برومو كود 5 حاجات. تفضلي. الحاجة الأولى، الكونكور اللي كاين يقرأ فيه الكابتن عادل موجه ليزيكسبير، دونك ليكم أنتم. واقتراح 5555 دينار هي طريقة باش تكرم بها برومو كود الحارس الدولي السابق ناصر البدوي على الباركور نتاعو، وتقول له خمسة وخميس عليك يا ناصر. تصريحة قوية قوية. ناصر ما يحبش خمسة وخميس عليك. يحب خمسة عليك. يحب حب. ان شاء الله ان شاء الله. لا بس حتى شي حبة فيها فيها. ثاني حاجة. تهدي له أبيات شعر من تأليف الحارس الأسطوري شكري الواعر بمساعدة الشاعر بشار ابن برد. الشاعر بشار. الشاعر. الشاعر. لا خطرني نقرأ في الشعر، نستنى في روحي شنو باش نقرأ. يا ناصر يا ناصر، العباد عليك تميزي ولا واحد فيهم خاص. قلبك كبير وتاخو بالخاطر والناس وراك تجري وتحاصر، حارس غول وفي الشبكة جاسر، وبرومو كود ليك سند ومناصر في التاسعة كان ديما حاضر، وكلامك لكل الحواجز كاسر. صفقونا على الشعر هذا، تخليها لك الوقت استحبت عليها. ومعاك المنتخب جامي خاسر ان شاء الله. هلا معاك اليوم. مازال ثالث حاجه، اهداء 100 دينار بونوس لكل انسكري على promocode.com ومولود في 15 نوفمبر 1964 تاريخ ميلاد سي ناصر البدوي. رابع حاجه، لو كان الناصر يجيب لي برونوستيك نتاع غدوه صحاح عنده 2000 دينار اضافيه.
معك اليوم. خامس حاجة يا ناصر، لو كانت تغني لنا الأغنية اللي تغنيت وأنت تعمل في دورة شرفية على الأعناق في ملعب الطيب المهيري بعد مباراة النهائي الكاف عام 98، عندك 1000 دينار من إهداء بروموكود. نعاودلك السؤال، نعاودلك السؤال. الغنية نتاع الكبده فيك حررنا العشاء. لا مش من تركه كبده فيك. كانت عندنا غنيه الحظ، كانت عندنا غنيه الحظ وقت اللي نربحوا نغنيوها في الفينال، غنيتها 98 ضد الناس. خذ الكاميرا هذه، استنى بس لحظه قبل ما تغنيها. ال1000 دينار عشاء الجماعه راه على راسي. اوكي مش يلا تفضل. اوكي احنا نزيدو مش مشكل. يلا هاي تفضل. عودوني عودوني عليك احبك، عودوني عودوني عليك احبك. انت هو يزيع رفيقه حاله يعطيك الصحه. اسمع على الألف دينار الناس اللي يغنيك الغدوة. طيب عندي الجواب. طيب ما نعرفش الا الاغنية ما نعرفهاش. وحلو انت تتخاصم مش هذيك والله. عرق عرق عودوني والجواب معي. برافو، الف مبروك. ألف دينار الناصر البودي و7555 دينار إذا تتكهن بالصحيح بنتيجة مباراة تونس طبعا وغانا ونتيجة مباراة مالي والكوت ديفوار والحضور 5555 دينار. أما كان ربح سي محمد كيفاش خاطر هو عنده التزامات في باريس. ما نروحش ما نروحش ما نروحش ما نروحش ما نروحش ما بال 6000 في بزنس كلاس. الله سلامك محمد تهنى خويا. يعطيك الصحة لي زيكسبير نتاعنا معناها في الكورة عندهم حتى أنت ماكش مقصرة وفي الغنية زاد بارك الله عليهم. حتى أنت ماكش مقصرة تفضل. جست خليني نذكر سادة المشاهدين، عايشك ميرسي. دونك باش يلعبوا يلعبوا على الموقع نتاع بروموكود.كوم، ولكنش على الابليكاسيون اب بروموكود.كوم. سينو اللي مازال المعلومات على الباج فيسبوك بروموكود تونيزي، ومع بروموكود خمسة وخميس عليكم. يعطيكم الصحة. هوني هوني قوليش تعرف؟ لا لا شفتها؟ كل ما تصير فاسة تبعث لي نوتيفيكاسيون بالوقت. ايه وانت تمشي للبوتيك ولا تبعث لها فلوس بالتليفون؟ تبعث لها فلوس بالتليفون زيد. انا فلوس من التليفون. هاي هاي فهمتنا بالغلط. تحط اختار تكلم قول حاجة. نحكي على ابليكاسيون تاع اختار. هاني باش نبغوا بالقلقال وحط اختار. ابليكاسيون بروموكود تيليشارجي وحط اختار بروموكود. ربح استنى فيك.